بقى في اي حاجه في التغذيه بقى وكفايه كده ولا ايه؟ في حاجه في التغذيه؟ طيب كبر. بالنسبه للتشتيه بقى، احنا ركزنا على التغذيه كاحدى العمليات النحليه الذي يقوم بها النحال لحمايه طوائفه من ظروف الشتاء. وطبعا زي ما شرح الاستاذ ابراهيم، ظروف الشتاء يعني عباره عن جانبين، جانب الظروف الجويه من ناحيه البرد الشديد، الامطار، الرياح الشديده، الاضاءه، يعني ايه قصر النهار مع الغيوم دي برضو الاضاءه ديت بتاثر على النحل وعلى السروح بتاعه، فدي ظروف جويه. الناحيه الثانيه عدم سروح النحل او عدم توفر مصادر رحيق وحبوب اللقاح في هذه الفتره، وربما عدم سروح النحل عشان البرد الشديد والرياح الشديده. فطبعا كثير من المناحل بتاعتنا موجوده في هواء الطلق كده، ما فيهاش مصدات رياح ولا ثياج ولا حاجه، ودي برضو نقطه يعني بتاثر كتير جدا على النحل، وربما تاثر على موت النحل. طبعا المناطق المكشوفه زي الخطاطبه والتحرير ووادي النطرون، لازم هناك لازم من مصادات رياح او سياج، بل بالعكس حتى الغطاء بتاع الخليه ساعات يحط عليه قالب طوبه عشان الهواء الشديد اللي بيطير فهنا بلاحظ ان كثير من المناحل مكشوفه ولا يعمل اهتمام بالفتحه الشتويه ولا الفتحه الصيفيه ولا اتجاه الفتحه، والنحل بيبهدل الخلايا بهدله شديده. وتعاد بقى يقول لك النحل مات وهو نفسه من البرد الشديد والهواء يدخل جوه الخليه وبعضهم. فدي نقطه برضو يجب ان احنا نشير اليها ونخلي بالنا منها، ان اماكن المعرضه للهواء الشديد يجب مراعاه فتحه الخليه وتضييقها او الفتحه الشتويه مع العنايه بحمايه النحل من الهواء البارد اللي يدخل جوه الخليه، وساعات يموت الحضنه، وساعات النحل يشتكي، النحل يشتكي بقى من موت النحل. اجي ابص الاقي يرقات ميته وبتزحف على لوحه الطيران او العذاره، ولو دخلت فحط الاقي برواد طالعه منه اليرقات، لان ايه بنسميها النحل البروده، النحل دي من الامراض او من الحالات المرضيه التي تسبب موت الطوائف او ضعف الطوائف، اللي هي ايه بروده الحضنه نتيجه البرد الشديد. فالنحل ساب البرواد اللي عليه الحضنه وكمش في الوسط على الملكه او الحته اللي في الوسط، وساب الاطراف اللي فيها حضنه مفتوحه او بيض ومات. وبعض اليرقات بدات تطلع وساعات تعفن لو النحل سابها مده طويله من غير اكل ولا شرب ولا تدفئه. فدي نقطه مهمه برضو من نقط التشتيه. يرجع للنحال نفسه، النحال نفسه يعني النحال خد النحل من هنا حطه في منحل وعامل له سور وكل حاجه وخده لقاحه في الجبل. انا واحد من الناس عملت كده، ما بقولش على النحال غير انا بقى عملت كده، وخده لقاحه في الجبل. عنده حاجه بسيطه خالص ممكن يعمل صد هواء منه، شكاير السكر. لو 200 شكاره وحياتهم في بعضهم وهناك الخشب كتير قوي، يقطف شويه خشب ويرشقهم حوالين المنحل زي الصوب بالظبط. هو طيب كويس يعني حاجه بسيطه جدا، بس هو النحال اللي بيكسر عنه. يعني بشيل المنحل من هنا من حوالين الصور والكاس بروح احطه في قلب الجبل. التحرير التحرير لو ما عملتش، لو ما عملتش كده ودي خلايا فاضيه بس نصها في اتجاه الابواب. لو ما عملتش كده مش حواليه شويه في اتجاه الابواب، عايز اعمل 150 شكاره هتعمل صور المنحل لفافي احسن حاجه. 150 شكاره هم مش متكلفين حاجه، هو هيتقرروا اجيب لهم شعب ورشاح حوالين المنحل واشدوا عليه. والله فكره كويسه، لان في التحرير الهواء بيطير الغطيان بتاع الخليه، وساعات بيطير الخليه بحالها. طب مبهدله بهدله جامده. احط انا بقى الشكاير هيتقلى يا عم مصطفى عندنا. لا يعني يبقى كل ورق بقى جزولين اقطع شويه ورشاقه. انت في منطقه النجاح والكفاح وفي العزيمه وفي محمد العزيمه محمد يبقى كل انت مش محتاج حتى، انت مش محتاج حتى لان الموالح. لا والله العظيم هناك الهواء بيسافر بس هو كسل مننا احنا.
من الملاحظات برضو في التسية ان كثير من النحالين يترك المظلات كما هي في الشتاء جاي الصيف. اغلب المظلات يعني بيبقى فيها حطب او كياب بوص او فممكن يشيلها عشان يشمس النحل، والتشميس نفسه بيبقى يموت بعض الميكروبات ويمنع بعض الامراض زي النزيمه او بعض وينشط النحل في السروح وفي العوده، لان الظلمه شديده برضو من ضمن عيوب التشسيه اللي هي قلنا طول النهار او يعني ايه الجو المغيم. فبص لا في الشتاء في عز الشتاء برضو المظله زي ما هي، المظله زي ما هي تبقى في الصيف عشان الحر، الشتاء شيل المظلات دي خالص. بعد اذنك يا بيه بعضنا الحمد لله بيعالجها فنيا ببساطه، يجيب اشجار ويظبط اورياء زي التوت او العنب والتوت افضلها طبعا التجربه يعني تظل في الصيف رطب زي المظلين، في الشتاء بيوقع ورقه كلها بيعرض الكل للشمس. في الصيف هو في مارس كله بيطلع ورق اوتوماتيك. مش كل الناس تصحى زي حضرتك كده يعني. مش كل الناس تصحى ومش طب ده كويس اللي انت بتقول عليه. طب لما تروح بقى تلاقي حاصل خلايا تحت اشجار الموالح وتتروي وتتبل وتيجي تمشي تلاقي الشوك بتاع الموالح يعني متعبه جدا، فدي برضو من ضمن العيوب يعني. تفسيرها واطيه تفريعات واطيه فبتجهد النحال في الحركه. دلوقتي احنا اتكلمنا في موضوع التغذيه واتكلمنا في موضوع ايه؟ التشتيه وال يعني ايه التشتيه؟ لا اتكلمنا على الرياح يعني ايه التشتيه؟ من ضمن التشتيه يعني هي يعني ندفي النحل خارجيا وداخليا ونقلل دوب الريح عليه. انتوا عرفتوا ان مصر اكتر من اكبر دوله فيها رياح؟ سبحان الله. ان مصر تقع تحت تمن بيسموها تمن هضبات او هضبه هوائيه او بيسموها ايه؟ مطبات هوائيه. مش مطب هوائي يعني. انت هقول لك حاجه، يعني انت عندك البحر الاحمر، البحر البحر الاحمر هضبه جويه، هضبه البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط. انت عندك اوضه فيها ست شبابيك او سبع شبابيك، يبقى جاي لك الهواء منين؟ ماشي. انت عندك شبابيك، البلد كلها على شبابيك، عندك بحر ابيض وبحر متوسط والصحراء الغربيه السودان، وعندك من الصحراء الغربيه وعندك جاي لك من الشمال الشرق والشمال الغرب والجنوب الشرق وجنوب الغرب. انت عندك ثمان اتجاهات للريح، ثمان اتجاهات للريح. فطبعا الطيارات الهوائيه في مصر غير اوروبا يعني، انت عارف في الواحد بتتبدل، نمر واحد بتتبدل. اوروبا ممكن تبقى برد، انما ممكن الطيارات الهوائيه بتاعتها مش كتير زينا احنا كده، انما احنا عندنا احنا طيارات هوائيه كتيره جدا. فاكتر مشكله تقابل النحل في الشتاء هي الايه؟ الطيارات الهوائيه. حتى لو الطيارات الهوائيه دي سخنه، خلي بالك ما هي طيارات هوائيه، هذا يسميها شرق. يعني النحل يستحمل البرد وما يستحملش الطيارات الهوائيه، يستحمل الحر وما يستحملش الطيارات الهوائيه. فاحنا عندنا مشكله. انت فاكر الراجل اللي عملها بايه؟ حلها ازاي؟ الراجل الامريكي اللي كان هنا حلها ازاي؟ بتندة، حط قدام البوابه تندة كده، تندة بحيث النحل يدخل من هنا ويدخل من هنا والهواء ما يبقاش مباشر على الفتح في المدخل. طب تاني حاجه، ما احنا عندنا خلايا، في ناس عندها خلايا مكسره، هي الخلايا المكسره دي بتعتبر ايه؟ مشكله، بتدخل طيارات هوائيه. يعني اللي عنده خلايا مكسره في الوقت ده الخليه تبوظ على طول، الا اذا كانت بقى ملكه جيده ونحل حلو يقوم مالي جايبها بروبليس ماليها بروبليس من فتحات. طب وانت هتلاقي الكلام بعض الفول مش كلها، هتلاقي الكلام ده فين؟ طيب انت كنحال شغلتك ايه؟ اللي هو مش قادر يعمله بتعمله له. هو النهارده مش قادر يسد الشهود ديت بالبروبلس، سدها له انت بالمعجون. ما هو حضرتك بتقول عليه في بوات من الالومنيوم كده بيعلقوها على المدخل الخليج. يعني برضو تقدر تتحكم في الفتحه. احنا اشرنا الى النقطه دي عشان الرياح من ضمن الاحتياطات في الشتاء، رياح شديده. أيوة. وكذلك الشمس ويشيل المظلات. يبقى احنا خدنا بالنا دلوقتي من التغذيه ونقدر نطلع بمعنى جديد يا جماعه،
هل التغذية النهاردة في الفترة دي تعتبر تغذية للبقاء ولا تغذية تنشيطية؟ البقاء النهارده واول قبل كده تغذية البقاء. احنا بالنسبة لنا في مصر لا ما احنا عندنا مشكلة. مشاكل كتيرة جدا بتقابلنا في بعض خلايا شفة تشم لها ريحة وحشة الحضنة بتاعتها وحشة الدكتور يقول لك بقى دي حالة مرضية ما هو قد تكون مش حالة مرضية نتيجة زي ما قلت البرد الشديد والرياح الشديدة بتموت الحضنة وتخلي النحل ينكمش ويسيب بعض البروز الحضنة اللي بيسموها الشهر اللي فات بالذات يا دكتور فيه خلايا ريحتها وحشة الحضنة بتاعتها معفنة ما كان بسبب ايه هل كل البراويز ولا حضن مفتوحه بس ولا المقفوله ايوه بس كان في عقب رياح او تغذيه او حاجه ما هو الرياح الرائحه السيئه دي الملح اللي فوق ال100 فوق ال100 بص كيلو قرفه وهذا كل مثلا تغذيه اقل شويه بس ساعه صوره دي نحط القرفه ونغطي الصفيحه عشان الزيت ما يطيرش وحطها تغذيه مش هتلاقي الحاجه دي هنا هو فرمان يا ابني هو فرمان الدكتور بيقول لك في حضنه ميته بسبب البرد ده حاله اي حاله ممكن تكون في حاله ثانيه اللي هي التعفن هو فرمان يا عم الريحه الوحشه ديت في اثناء ما فيش برد يا عم نجاح طب انا هقول لك حاجه بقى هو الاول حاجه حضنه ابو ريحه وحشه ده نادرا ما بنلاقيه يعني انا مره زمان بعد خلايا ولا بعد خلايا مره زمان شفت خليه ريحتها كانت يعني اللي هو الريحه الوحشه دي بتبقى ريحتها زي القبر كده جدا انما الريحه اللي بالك فيها المقبوله ديت مش هي دي اللي احنا بنقول عليه هي المقبوله اللي هي ريحه وحشه والخلايا الضعيفه بالذات بيبقى عباره عن حضره ميته قلنا كده وميته بتبقى حضره ميته انما مش قد تكون مجاعه او هواء برد او او اي حاجه او هواء شديد او برد عشان اعجبش ورقتين او ثلاثه والف البراويز واخليهم في الناحيه المقابله للباب واللي اتعملت وجابت نتائج كويسه واخدوا ان انتوا تجربوا تدفئه الخليه بورق الجرايد ورق الجرايد الف الخمس براويز الثلاث براويز الفهم كويس قوي عاوز احط بدله احط اربعه البراويز الجراد يعني يومين ثلاثة هتلاقي الملكة وسعت فوق على البيت جاب عسل ما تعرفش منين النحل شكلها بقت كبيرة جدا طبعا التدفئة عليها عامل كبير جدا انت بتقول عايز تقول حاجة في التدفئة؟ اتفضل بوري خلايا فاضية عندي وحرقتها كلها من جوه يعني طهرتها تطهيرها وسددت الشعوب كلها ورجعت وبدلت النحل الكلام ده من 21 يوم النهارده هنصر النحل معلش ما شاء الله مطرد خالص والحضنه كبيره وروح البيت على فكره اللي انت بتعمله ده بروسيا النحال القدام النحاله اللي هي القديمه الناس اللي هم النحالين المحترفين يعني قالب به شغل عندهم ترميم العده يعني ترميم العده ده يعني من الحاجات اللي هي معروف عليها في الوقت الفلاني يبدا الراجل يرمم عدته وتلاقي جاب هو شغال نجار ونقاش انت واخد بالك ترميم العده ده مهم جدا انما النهارده انا اسيب خليه كده بفندقه كده فيها خرم وفيها ما اعرفش ده شغل هواه وما ينفعش يبقى محترفين سمحت بقى الاخ اللي بيتكلم على البوري ده انت فين حته انا عاوز اشوف البوري ده البوري اللي انت بتقول عليه ده كنا بنستعمله في روسيا كان عندهم البوري موجود بكثره وكانوا انا اتعلمت منهم تعقيم البراويز والاطارات والخلايا كلها باللمبه البوري دي الحقيقه جميله جدا بيموت كل الميكروبات والفطريات واي بقايا فاروه او اي حاجه هل هو موجود دلوقتي في السوق والله انا كنت بسال عليه مش لاقيه خالص لان فعلا هذه الفكره يا اخواننا جميله جدا البوري ده بيطلع لهب قوي ويقدر الواحد يمشيها على البراويز من جوه
وعلى حواف فبيعقم صناديق الخلايا ويعقم الاطارات ويعقم الغطاء والمدخل وكله بطريقه جميله دون ان يحرق الخشب او يعني يسبب له اعراض جانبيه. فده حاجه جميله، فكره جميله جدا. لانك انت لما حرقت طلعت ريحه الشمع وريحه البروبليس وكلام ده، يعني وجود بديل والنحل كميات رهيبه سقطت على الكل. اي عراك الريحه جدا. هو عموما انت يبقى احنا قلنا يا جماعه التغذيه مهمه، برواز عسل في الخليه مهم، التغذيه البروتينيه مهمه، ان الخليه تبقى تمنع عنها التيارات الهوائيه مهم جدا، والبرد واخد بال حضرتك انك انت ما تعالجش النحل بأي. يا جماعه عايزين نكمل كلام عشان نخلص. ما تعالجش يا جماعه اللي ورا لو سمحتوا، لو سمحتوا لو سمحتوا دي او خمس دقايق استنونا بس لو سمحتوا. ما تعالجوش النحل باي ماده دمويه في الفتره بتاعه شهر 10 و11 و12، ممنوع تماما المعالجه باي ماده دمويه لانها هتؤدي الى فناء الطائفه. ماشي، لازم تنشط النحل في الفتره دي عشان ما يؤديش الى فناء الطائفه، لازم تسد الشقوق ولازم ترمم الخلايا بتاعتك في الفتره دي عشان لا يؤدي الى فناء الطائفه، لازم تحيز النحل وما تخليهوش الثلاث براويز في خليه كبيره عشان يبقى برضك لا يؤدي الى فناء الطائفه. الكلام ده كله من ضمن الحاجات اللي هي مفروض تعملها في هذه الفتره اللي احنا بنقول عليها الفتره فترة البقاء على الحياة، اللي احنا بنحافظ على النحل فيها عشان يفضل حي. لابد ان انت تحمي النحل من الحاجات دي كلها، من الجوع، من البرد، من التيارات الهوائية، من تلوث البيئة سواء داخل الخلية او خارج الخلية، من الافات الدبور. امنع الدبور ان يدخل الخلية، انما سيبه برة يرطع مالكش دعوة، سيبه برة يعمل اللي يعمله، انما جوه هو دي مسؤوليتك انت كنحال. ما تجيش املي تقول لي اقاوم الدبور بره واسيب له الخليه مفتوحه عشان يدخل هو جوه. طبعا ده ما ينفعش. حمايه الطائفه من الدبور والافات والنمل. خلي بالكم يا جماعه النمل برضه يعني في الفتره دي بيبقى شرس جدا، بيبقى عايز يدخل الخلايا وعايز عايز يجيب اكل عشان الشتاء. انا عندي نمل على الفرشه من فوق صغير كده بيعمل تجمعات واشيله ايده في عصر ايديا، لو انا جيت مع يومين ثلاثه هلاقي الكوب برضه كميه تاني. الخليه دي هتموت قريب. بس ليه تعليق على الدبور؟ البقاء لله. دبور البلح فوق الخشب خالص. اللي ايه؟ اللي فوق الخشب خالص، مش تحت اللي هو ايه؟ ده هو عامل بيت فوق الخشب، انما بينزل يجيب الاكل من تحت. بالنسبه لدبور البلح يا اخوانا اسمعوا الحته دي بقى عشان هنخلص. بالنسبه لدبور البلح الاستاذ ابراهيم بيقول لك مالكش دعوه باللي بره. ما هو الدبور اللي بره حتى ولو لم يهاجم الخليه بيرعب النحل ويمنعه من الصروح، ومنع الصروح ده متعب. يعني بالك يبقى حقيقه انه محبوس جوه والملكه تمتنع وضع البيض، واذا كان في مصادر رحيق او حبوب لقاح مش هيطلع، فهو خطوره يعني خطورته ليس بالضروره ان هو يدخل جوه الخليه. لو دخل جوه الخليه تبقى وباء شديد يعني او يعني ايه رعب شديد. ولكن ان احنا نقاوم الدبور ونموته حتى ولو لم يهاجم الخليه من جوه. لو هاجم الخليه من جوه تبقى مصيبه كبيره، يعني اهمال شديد من النحال. ولكن برضه مقاومه الدبور تسمح للنحل بالصروح ويبعد عن الرعب، لان وجوده يمنع الملك عن وضع البيض ويبدا يعني النحل يصاب بالرعب ويمنع الصروح واي حبوب لقاح او رحيق في البيض ما يجيبهاش وهكذا. فليس بالضروره ان يضرر الدبور في هجوم جوه الخليه بس، لا بره برضه. طب لو اثبتنا ان مصيدة الدبور ديت هي اللي جاذبة للدبور، هي اللي بتجذب الدبور، يعني مصيدة الدبور أصبحت جاذبة للدبور، هي اللي بتقول للدبور تعالى هنا. ما بتمسكه برضه، ما هي مصيدة هي بتخدعه. طب أنا عايز أسأل سؤال، مين اللي عمل مصايد والمصايد دي نهت على الدبور في المنطقة؟ لا صعبة إن احنا ننهي الدبور 100%. ولا بتقلله؟ لسبب لا تقلله، ممكن تقلله. هتقلله إزاي؟
ده بيجي اكتر، ده كل ما يتحبس دبور بيجي بداله 20 دبور. يعني انا بقول ان المقاومه الخارجيه لدبور البلع تجيب دبور اكتر غير مطلوبه، بتجيب دبور. في طرق في السعوديه، في السعوديه في انتاج عسل السد، كان ليا تجربه مع الدبور ده هحكي لكم عنها برضو بس لما اشوف الفيلم بقى بتاع الاستاذ ابراهيم. الكلام ده قبل ما نبدا فيه، احنا اثبتنا بطريقه ما ان حته مقاومه دبور البلح كلمه خاطئه، كلمه خاطئه. اما اللفظ الصحيح للموضوع ده هو حمايه نحل العسل من الدبور. يعني لو لقيت في كتاب هنا مكتوب عليه ايه؟ مقاومة دبور البلح، كل الكتب مكتوب فيها كلمة مقاومة دبور البلح. كلمة مقاومة دبور البلح لا تصلح للنحالين، تصلح لفئات أخرى. دبور البلح ده بيهاجم البلح، ممكن بتوع الـ الـ السدر في السعودية بتوع الشجر يعملوا له مقاومة، بيهاجم العنب بتوع العنب يعملوا له مقاومة، بيهاجم اللوف بتوع اللوف يعملوا له مقاومة. أما النحالين ما يعملوش مقاومه للدبور، انما يعملوا ايه؟ يعملوا حمايه لنحلهم من الدبور. ده المفهوم اللي احنا عايزين نناقشه. هل كلامي ده اللي انا بقوله دلوقتي هو ده الصح، ولا مقاومه دبور البلح هو الصح؟ دي التجربه، هوريك التجربه وقول لي رايك. سؤال بقى للدكتور قبل ما بنبدا، الدبور البلح لما بيطلع من العش بتاعه بيطلع فرادة ويدور على مكان يتغذى فيه، ولا بيبقى في نحل كشاف او في دبور كشاف بيروح الخليه يبعته على بيروح العش يقول للدبور ان في وليمه في الحته الفلانيه روحوها زي النحل كده؟ هل هو يشبه سلوك النحل في هذا ام له سلوك اخر مختلف في موضوع التوجيه الدبور الى المكان اللي فيه الرحيق؟ يعني هل هو نفس الدبور يشابه في سلوكه النحل في ان هو بيتوجه للمكان عن طريق الدبور استكشافي، ولا له طريقه ثانيه؟ والله ما نقدرش يعني نحكم، ولكن لا يستبعد يعني ايه ان هو الدبور من حشرات اجتماعيه، فلا لا يستبعد ان يكون في طرق تفاهم او تفاهم. لا مؤاخذه، لا يستبعد ان يكون هناك وسيله تفاهم بين الدبابير او بين العشوش بتاع الدبابير ليدلهم على مكان الطوائف، وده لا يستبعد يعني من المحتمل. ومن المحتمل يعني ما عنديش فكره عن هذا الموضوع دقيقه، ولكن لانه حشره اجتماعيه فلا يستبعد. احنا في خليه كانت عليها دبور. طيب بصوا يا جماعه، احنا عندنا هنا مصايد الدبوره اهي، شايفين مصايد الدبور؟ لما دبور الدنيا والاخره. طب كويس اهو، لو انتوا شفتم الدبور اللي حوالينا الخلايا كتير جدا جدا، وبالذات في الاماكن. هنجيبها تاني، هنجيبها بقى من الاول عشان المعنى اللي احنا عايزينه. دبور البلح بيحوم حوالين الطوائف، صح؟ بيحوم حوالين الطوائف زي ما انتم شايفينه كده. طيب الحته اهي، احنا شلنا دلوقتي الطايفه اللي الدبور كان ضارب عليها، شلناها خالص، وبعديها بفتره لقينا الدبور بيحوم حواليها زي عارف. طب ده يدل على ايه؟ حافظ المكان او موجه. موجه، صح ولا ايه؟ اذا الدبور بيتوجه من العش بتاعه للمكان. لا يستبعد هذا. يفعل الارض الخليه، حمال الارض له. طيب عايزكم انتوا بقى تعملوا ايه؟ حاجه ثانيه، المكان اللي عليه دبور حاولوا تجربوه زي ما انتوا بتجربوه كده،
يعني مثلا انت هتحط صينيه فيها سكر او صينيه فيها عسل هيجي عليها دبور، شيله من مكانه ماشي وشوف الدبور هيروح على نفس المكان ده يحوم ولا لا؟ بيحوم، يبقى الدبور موجه. ايوه صح ولا ايه؟ استبعد هذا القاعده رقم واحد. ماشي القاعده رقم اثنين اللي احنا عايزين نوصل لها برضه بعد كون الموجه ممكن تلف اللاب عندك بعد ايه؟ بعد كون الموجه معلش مش عايزين نلفه بقى عشان مشكله. القاعده رقم اثنين فناء الطائفه دائما بيبقى عند دخول الدبور جوه البراويز. ليه؟ ان احنا ميت الارضيه. بص بص المعركه مذبحه. المهم انا عايز اقول فناء الطائفه ليس في الدبور من بره ولكن في دخول الدبور داخل الايه؟ الخليه. ماشي يا باشا؟ الخليه فيها بلاويز اهي وفيها حضنه اهي وفيها نحل اهو، ومع ذلك ان لما دخل النحل جوه الدبور جوه ايه اللي حصل؟ مجزره اهي. صح؟ الدبور اللي بيموت النحل. بص بص النحل كان شكله ايه؟ عامل مشبك ازاي وما شاء الله وملبخ وحلو خالص اهو. شوف الدبور لما دخل جوه عمل فيه ايه؟ يبقى تاني قاعده ان النحل جوه الدبور لما بيدخل جوه الخليه يقضي على الخليه على طول في خلال يومين ثلاثه. واخد بال حضرتك؟ هو ممكن يقضي على الخليه وهو بره برضه. لا هقول لك ازاي بس عمرها لا لما يمنع دخول يمنع تروح النحل فتره طويله هتنقضي الخليه بس بس وصلنا لنقطه مهمه. يبقى احنا عندنا مشكلتين، ان لما الدبور بره حته اصطياد النحل من بره ديت لا تمثل شيء بالنسبه لخليه النحل. يعني انا ببص انا مسجل لك 11 دقيقه شفت كم نحله اتخطفت؟ اتخطفت من الخليه. أيوة. لقيت نحلايه واحده في 11 دقيقه وبالاضافه الى اشجار الصوان. ماشي حضرتك عشان تعرف بقى عملنا الحاله ديت